سيداتي وسادتي، مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم مواسم الجنوب. مواسم الجنوب لحلقة اليوم نخصصها لموسم إيموران، موسم إيموران شمال مدينة أكادير. لنتابع الحكاية. أنا كنتواجد في منطقة ديال إيموران، منطقة ديال إيموران اللي موجودة في تمراغد، اللي كتشهد في آخر أسبوع ديال غشت وأول أسبوع ديال شتنبير موسم إيموران. هذا موسم إيموران هو موسم تاريخي، موسم له جذور عريقة، لأنه كان ينظم منذ قدم الزمان، وكان عبارة عن احتفال انتصار ساكنات المنطقة على الغزو البرتغالي في أيام الدولة السعدية، المنطقة التي كانت بداية الموسم تنظم فيه. وفي أول الأمر كان موسم إيموران هذا اللي كنت تحدثوا عليه كان عبارة عن أهازيج، عن أغاني ساكنة المنطقة بين الرجال والنساء. كانت الساكنة تحتفي كما قلت بهذا الانتصار، ويعبرون عن فرحهم وطردهم الغزو البرتغالي من قصبة إيموران التي نشاهدها ورائي. هي قصبة بنيت بالحجارة ولها تاريخ، وتعتبر من الموروث الثقافي لمنطقة تمرغت. إيموران هي اسم أطلق على هذه المنطقة، ويقال أن أصلها من مسيو موغون. موغون هو اسم برتغالي، من من منه تم يعني أخذ هذا الاسم، لأنه ذكر حتى في كتاب سانتا كروز الذي تحدث عن انتصار أهالي المنطقة على الغزو البرتغالي في هذه المنطقة هذه. إذن هذه هي موران، وهناك تأويلات كثيرة عن اسم إيموران. موران لأنه عرف بعادة هي استقبال فتيات شابات الراغبات في الزواج. هذه المنطقة معروفة أنه فوق الصخرة كانت كثير من الفتيات يرتدن حفرة للاغتسال، وذلك تبرك ركن بها وطلبا للزواج. فهذه أفكار قديمة، أما الآن فموسم إيموران أصبح موسما آخر، وتحول اسمه من موسم إيموران إلى مهرجان المجار إيموران. كوني اللي غانا نمزر انت اش كازا مازين تو المكاري مورا انا نتفرح انت اش كار اردي تكويز تقبيلين تقبيلين ايداو تانا تقبيلين ايغوردانا ورجا كنت ارسكار متني قوطان نغيد ارسكار الماكلات نسنا تيوار نرتاد قوات روح سيم ايموران. في الاول كما قلت كان عباره عن فرق موسيقيه محليه، الذكور في جهه والاناث في جهه، ويتبادلنا اشعار امازيغيه. ثم بعد ذلك تحول الى موسم اقتصادي محض، يعني وهو متعلق بموسم سيدي احمد وموسى بتزنيت. فيوم الخميس الاخير من شهر غشت ينتهي موسم سيدي احمد وموسى، فيبتدئ موسم ايموران يوم الجمعه والسبت، وهو كما قلت هو موسم اقتصادي محض، يعني يعرف اقبال كثير لجميع ساكنات المنطقه، منها تاغازوت واورير قبائل إيداو تنان. كل هذه القبائل كانت تحج إلى هذا الموسم للتبضع ولزيارة الموسم، وكذلك الاستمتاع بأمواج البحر الجميلة الموجودة في هذه المنطقة إيموران. كما قلت أنه كان الوفود التي كانت تزور هذا موسم إيموران كانت كثيرة، ولكن بقلة ساكنة المناطق كلها كان العدد أقل، ولكن هناك زوار من
كما قلت ياتي التجار، ياتي من تيزنيت، من جميع مناطق اكادير، فما بالك بقبائل دوتنان وقبائل حاحا التي تزور. وكنا نحن عائله المنطقه نفتخر بذلك اليوم ونستقبل عائلات، فما اعظم هذا التالف وهذه المحبه التي كانت بين العائلات التي تزور موسم إيموران. و يعني كانت حركة تجارية يعني جيدة جدا، وكان التجار يستفيدون من هذا اليوم. فأما الآن فموسم إيموران فهو موسم أصبح مهرجانا كبيرا، يعد عدد الزائرين الآن بالآلاف إن لم أقول عشرات أو 15 ألف من الزوار التي تأتي الآن لمهرجان إيموران. فالأنشطة التي تقام الآن بمهرجان إيموران تحول إلى اقتصادي محض، إلى ثقافي، إلى موروث، إلى التذكير بالموروث الثقافي لمنطقة إيموران. فهناك التجارة من جهة، ولكن هناك ثقافة، هناك تاريخ، هناك عروض تتحدث عن تاريخ المنطقة. فالفرق الموسيقية التي كانت أو التي تأتي الآن إلى مهرجان إيموران فهي من خيرة الفرق الموسيقية بالجنوب أو نقول على الصعيد الوطني. فالمنطقة ازدهرت، فالمنطقة ازدهرت برياضة ركوب الموج، ازدهرت بالسياح الآن التي يأتون إلى المنطقة. فلم نعد نكاد نفرق بين فصل الصيف وفصل الشتاء في هذه المنطقة من حيث زيارة الأجانب، وخاصة السياحة الروسية والسياحة الفرنسية. سأعود إلى المهرجان. المهرجان يعرف طبوردة، فن طبوردة أولا، لأنها هي التي كانت يعني تستقطب العديد من الزوار، ثم فرق موسيقية منها أحواش، ثم ثم الرويس، فن الرويس وفن الفرق تزنزرت كما تسمى. الى جعل الطريق ديال هذا الموسم، هذه الصخره التي ورائه هي اللي كتسمى إيموران، صخره إيموران اللي هي شيدت عليها قصبه القصبه البرتغاليه. فهي توجد فيها حفره تسمى بتمسفت، فعندما تتدفق بها البحر الامواج يعني تخرج من هذه الحفره. فهناك عدد كبير في القديم من الفتيات اللواتي ياتين قصد الاغتسال في هذه الحفرة وطلبا للزواج. أما الآن فهذه العادة بدأت تتناقص، فعدد العدد الذي يأتي لزيارتها فهو في تناقص، ربما أنه مع التطور الثقافي لأن المواطن المغربي بدأ يتطور. ف يوم الموسم نجد في الصباح، خاصة في الصباح، عدد كثير اللواتي يأتينا للاغتسال، أما في المساء فجميع زوار منطقة لا بد من زيارة هذه الصخرة التي ورائي، وهي صخرة إيموران. من غير هذا التشكيل أرتلين طلع داير العصر، غير هذا العصر تكون تقويزن تقبيلين إما فيما يخص مدي التشكيل. التشكيل المغارين، التشكيل الدريتي فقيرن، لاني فقير نزيك الكونين عقلتني دائما فقير، نضر الزاط نزن تجلوبان نزن المسايل نزن ارت يور نغي ارت هضرني لا العوادي لا وهياضي لا حواج انت مغارين احواج انت الدرس كانت احواج انت مغارين سكرت احواج نوالين بينا يتورير دايت تمراخ دايت قردان ارت مكان هاد النقرات سنار سكرني حواج نزيك ارت سكرنا حتى بعد النشاط زود يمقوا الجالسه سنتيني ارت بيد دادنا ارسكارني مقو جا غادي يلوح غادي يربح غادي يربح ديني انت تفرخين انت تفرخين تمغارين اللي وانا ارتي تشكان دار السيري نبغى مازين مسوف ارت تزين ترجع غير دار تشكان كي قالت تر تسجيلا تر تال يخص تسير دار مازين مسوف تر تسكار التقاليد انا وانا نزي كما غير دار ترسل باري لا غير نطور نرسل سكار من دماغي. فيما يخص تقبيلين هذه تقبيلين تندار تقاور نتاع العصر نروح عند كيكات تاني نروح زيك صباح داغي اشكيد زيك صباح داغي اشكيد داغي قاور داغي مكر راه مازين الوقت اللي راه داغي يروح سيد
سيداتي وسادتي، كنتم معنا في حلقة جديدة من مواسم الجنوب الذي خصصناه لموسم إيموران. انتظرونا الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وموسم جديد. إلى اللقاء.